السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه اخواتي واصحابي الغاليين من كل مكان حوالين العالم؟ الجو اليومين دول ساقعه، خدوا بالكم من الطيور بتاعتكم وراعوهم كويس قوي. واهم حاجه طبعا زي ما انتم عارفين في الساقعه الشديده ديت لازم ندي للطيور بتاعتنا فيتامين سي، عشان خاطر ده اللي بيخليهم يتحملهم الاجهاد بتاع البرد الشديد. فده شيء اساسي لازم تحطه لطيورك. وطبعا فيتامين سي زي ما انتم عارفين في منه ممكن تحط دواء بيطري وممكن تحط دواء بشري وممكن تحط كمان حاجه طبيعيه زي البرتقان وزي الجوافه. هوريكم النهارده حبه حاجات، وفي معانا عرض بيع كده كمان لكوكتيل البينو بالفروخ، لان كان في ناس كلمتني انت بتعمل العرض وما بنلحقش نشتري منك حاجه. يا عم انت بتبقى متفق مع الناس ولا ايه؟ والله ده بيكون نصيب ورزق سبحان الله تعالى. وانا الاولويه عندي زي ما قلت لكم قبل كده مش ان انا اخد فلوس، لا، انا الاولويه عندي لان انا الطير يتسلم. يعني اللي يجي يشتري مني من باب البيت او ان انا اشحنه له ده بيكون له اولويه من اللي يقول لي ايه طب انت مثلا بيعه بكذا انا هدي لك الفلوس بس اجي لك كمان اسبوع. القصه عندي مش قصه فلوس والله، انا بس كل الحكايه ان انا كمان يعني عاوز اللي يستلم يبقى خلاص انتهيت من الطير وشلته من بالي، وحاجه تانية كمان ابقى انا فضيت مكانه، لان انا بحاول افضي المكان واحاول يعني اليومين دول يعني بيني وبينكم بحاول ارتقي كمان بالطير. يعني كل فتره انا بحب اعمل كده في الطيور بتاعتي. مثلا كنت شغال في طير الازواج اللي عندي ب 100 جنيه، لا بعد كام شهر كده لا لازم الاجواز اللي عندي تكون ب 300 جنيه. بقى عندي حاجات ب 300 كلها، لا بعد كام شهر لازم يكون عندي حاجات ب 1000 جنيه. فلازم يكون في عندي باستمرار حاجات تانية اعلى، بتبقى مريحه ليك انت كمربي وفي نفس الوقت غيرك بيستفاد وبيسترزق منها، بيكون باب رزق له باذن الله عز وجل. هوريكم بقى كمان حاجه كده في نهايه الفيديو جبتها كده للطيور بتاعتي اشتريتها، جميله جدا انك تحطها في القفص. يلا بينا فرجكم الاول على الزوج عشان ما اطولش عليكم ونتكلم سوا عن الزوج الجميل دوت اللي معاه 3 فروخ باذن الله. نقول في البدايه كده سوا مع بعض بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك، ربنا يا رب يبارك لنا ويبارك لكم جميعا في طيورنا وطيوركم يا رب. انا حاطط الزوج دوت عندي هنا في الشقه اللي انا عايش فيها، انا نقلته من المكان اللي كان فيه، وفي علامه حمراء كده على راسه، ده عشان اميز الزوج دوت، لان في عندي ازواج تانية جبتها علشان خاطر في ناس بتبقى يعني مش حابه تاخد حاجه كبيره معاها زغليل عشان خاطر طبعا السعر، وفي ناس بتقول لك لا يا عم ده احنا عاوزين حاجه بالزغليل عشان نبقى ضامنين خلاص ان دوت زوج وواخد بعضه. فبسم الله ما شاء الله ادي الزوج بتاعنا اهوت. انا طبعا حاطط له خلطه الاكل بتاعتنا هي زي ما انتم عارفين البلقم والفلارس اهوت، وبدات في الفتره الاخيره كمان اضيف لهم فيها الدنيبه على سبيل تبقى حاجه برضو ايه تنوع. بس الدنيبه اللي انا جبتها لهم انا طبعا بقالي فتره كبيره جدا ما بحطهاش، الدنيبه اللي انا جبتها الكيلو منها ب 16 جنيه، لان طبعا مختار نوعيه جميله قوي وهي مزروعه مش دنيبه طالعه مع رز، فطبعا اللي مزروع ده بيبقى اغلى وبتبقى الحبايه حجمها اكبر وواخده حقها طبعا. فده نوعيه الاكل. انا حاطط لهم طبعا البيضه اهوت وحاطط لهم عليه بقسماط عشان خاطر يقدروا ياكلوا الزغاليل. ادي الزوج بتاعنا اهوت تفرجكم عليه. طبعا في ناس عارفين ايه اللي هو ايه، يعني انت بتبيع جوز كبير، لا اكيد الجوز ده فيه مشكله، اكيد بيملح، اكيد ما بينتكش، اكيد مش عارف ايه. وفي بقى طبعا اللي بيقعد يفترض يعني اللي هي النوايا وفي اللي بيفترض النوايا الحسنه اللي هو لا ده اكيد جوز حلو وهو ربنا كرمه فيه فعاوز يخلي غيره يسترزق. طبعا اللي هيشوف العلامه الحمراء اللي موجوده عند الراس ديت هيقول لك بس ده العصفور متعور وجايب دم وهو بيلحق بيبيعه، فمفيش الكلام ده يا جماعه. وحتى لو يعني ده قلم ماركر احنا عاملينه عشان خاطر نقدر نميز الزوج اللي مع بعضه، فبس الماركر طلع الحبر فيه كتير، فجايب احمر كميه كبيره كده عند راس العصفور عند الذكر والانثى، فدي علامه احنا عاملينها. كذلك برضو الطيور التانية انا عامل علامة كده ايه من عند الصدر عشان ابقى عارف انهي عصفور واخد التاني، لان طبعا ببقى جايب مجموعة كبيرة في قفص كبير فعشان يبقوا متميزين وكل زوج واخد بعضه اخليه مع بعض. طيب لو العصفور بتاعك اصلا جاب دم ولا اتعور تعمل ايه؟ دي ان شاء الله ممكن نتكلم عنها باذن الله في فيديو مستقل، عشان لو لا قدر الله في عصفور عندك اتعور تبقى عارف ازاي تتصرف معاه. طيب خلينا نبص كده على حاجه حاجه عشان الكل يكون مرتاح ومطمن. ادي اول معانا هو الفرد الاولاني بسم الله ما شاء الله، مش عارف كده باين لكم كده كويس، لا استنوا ايوه كده تمام. ادي الفرد اهوت التاج بتاعه كويس ونضيف والرجلين سليمه والضوافر كامله والجسم بتاعه حلو، وادي الفرده الثانيه هيت الذكر والانثى يعني عامه الجسم برده بتاعها ممتاز جدا والصحه جميله. طيب فيهم مرض معوي ولا حاجه؟ طب تعالوا نبص كده من تحت. ادي الذكر اهو المجمع بتاعه زي الفل، العيون حمراء في الاثنين، الجسم ابيض وصافي،
العصفور بيتحرك، ما هواش ضعيف ولا هزيل. طيب الزغاليل بقى عاوزين نتفرج عليها، نمسك كده بسم الله ما شاء الله ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله ونتفرج سوا كده عليهم. أنا عاوز بس إيه أطلع واحد واحد عشان إيه ما يخافوش. بسم الله، آدي الفرخ الأولاني أهوت. بسم الله الرحمن الرحيم، أهو بسم الله ما شاء الله مفيش تحديق منه خالص، الريش بتاعه كامل وقارب على الفطام، العين بتاعته حمراء، جسمه ممتاز. طيب تعالى نبص كده على المجمع بتاعه، هو تمام نظيف والضوافر كاملة فيه والعصفور كويس وبيعافر ما هواش ضعيف. ادي كده الزغلول رقم واحد، هقول لكم في نهاية الفيديو السعر او هكتب لكم في تعليق مثبت السعر بتاعهم كام او ممكن نتكلم سوا. ادي الزغلول رقم اتنين برضو بسم الله ما شاء الله، الحجم ممتاز جدا كزغلول والريش بتاعه مستف وممتاز جدا ولا في تحديق ولا اي حاجة والعينين حمراء هيت تمام. خش يا عم الزغلول، خش يا باشا، اوبا خش 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 اهو بسم الله ما شاء الله. بصوا الزغلول الجناح بتاعه عامل ازاي، مش عارف مش باين لكم زي ما هو باين لي، ربنا يبارك يا رب لصاحب النصيب. ادي الزغلول رقم ثلاثة، هحاول ابينه لكم شويه كده هو على الارض وافرد لكم كده الجسم بتاعه. ادي بسم الله ما شاء الله الريش بتاع الزغلول كامل، مفيش اي تحديق، مفيش اي مشاكل في العصفور، المجمع نظيف والضوافر كامله. عشان في ناس بس ايه بتبقى قلقانه، فادينا كده ايه طمناها على الثلاث زغاليل اهمت يا جماعه، ممتازين اهمت، ربنا يبارك يا رب لصاحب النصيب، الله اعلم هيكونوا من النصيب مين. طيب في ناس بتقول لك ايه، لا يا عم ده العرض ده هيبقى غالي علينا، احنا عاوزين حاجه تكون لسه اول شغلها. فانا عملت حسابي في كده وجبت برضو زوج اول شغله هفرجكم عليه. ادي الزوج اللي بقول لكم عليه اهوت، بسم الله ما شاء الله برضو الحجم والصحه بتاعته ممتازه، المجمع بتاعه اهوت هفرجكم عليه عشان الكل يكون مطمن. تعالى يا عم حاجه كده للفيلم، ما هوش عاوز يجي، تعالى يا عم الحاج اطلع، خايفين. الحجم يا جماعه بسم الله ما شاء الله، العصفور باين عليه الصحه وباين عليه النشاط والحيويه، ما هوش ضعيف. دي من الحاجات الجميله اللي الواحد بياخد باله منها، ان العصفور يكون عمال بيجري ويتحرك كل ما تقرب عليه، دي كده حاجه تبين لك ان هو صحته كويسه كده الحمد لله. طيب بالنسبه للشراء، الناس بقى اللي عاوزه تيجي تشتري باذن الله، يا اما تيجي شرفني عندي في البيت باذن الله وافرجك على الحاجه وتعينها كويس قوي وتتاكد ان هي نظيفه ما فيش فيها اي مشاكل كمان على الطبيعه، وبعد كده باذن الله بتدفع ثمن الطير. بالنسبه للناس بقى اللي مش هتقدر تيجي لي من اماكن بقى من محافظات او اللي مش عارفين يجوا لي، لو انت جوه القاهره هنا ممكن ابعت لك اوبر يجي لك لحد باب البيت، الفلوس انت بتبعتها عن طريق الكاش، عن طريق الرقم بتاع اتصالات كاش، هسيبه لكم في اول تعليق باذن الله، وهيكون جنبها السعر بتاع الزوج اللي معاه الفروخ والزوج اللي هو لوحده الفرداني. طبعا الزوج اللي معاه فروخ هيتباع بالفروخ، مش هينفع ان انا ابيع الجوز واسيب الفروخ، لان انا عاوز ابيع البيع على بعضها، اللي ياخد ربنا يكرمه. وزي ما انتم شفتوا كده هم قدامهم كام يوم ويتفطموا باذن الله. دي كده نقطة، نقطة بقى تانية جبت حاجة كده جميلة عاوز افرجكم عليها، السعر صحيح هتلاقوه زي ما قلت لكم في أول تعليق مثبت، وهتلاقوا رقم الموبايل بتاعي جنبي للتواصل، فدي كده حاجة أوكي. عاوز بقى كمان أوريكم ده الكيس دوت جبته من سوق السيدة عيشة الجمعة اللي قبل اللي فاتت، يعني بقاله جمعتين اشتريت الكيس دوت وزنه كيلو، ده عبارة عن دخن أحمر بتقدمه للطيور بتاعتك، بتاخد بس منه كده سبلة واحدة أو عود واحد، هفرجكم عليه. اهو يا جماعه دوت الدخن عباره عن سبلات كده هم بيقوموا مربطينها مع بعضها، انت بتاخد منهم سبله واحده كده بتقوم سالتها وتحط السبله دي داخل القفص بتاعك على سبيل العصفور ياكل منه ويكون باستمرار قدامه حاجه مصدر للغذاء، لو الاكله بتاعته اتدلقت لو عمل اي حاجه يبقى قدامه حاجه موجوده متماسكه يقدر ياكلها للفروخ بتاعته. الدخن دوت انا جبته ب 150 جنيه للكيلو، 150 جنيه للكيلو، وخلي برضو الحق يقال الراجل البياع عشان هو عارفني طلع الحمد لله من المتابعين ليا على القناه، دوت كده كان الكيلو كان عباره عن الاثنين دول مع بعض، بعد ما اداني الكيلو اداني كمان ربط قد ديت هديه، قال لي دي هديه ليك عشان خاطر بنستفاد منك ومن فيديوهاتك، فانا بقول له شكرا ليك على الهوا اهوت في الفيديو بتاعنا، كتر الف خيرك وميرسي لذوقك واخلاقك. طبعا المجموعه اللي ادهاني قبل كده انا قعدت سلت منها وادي للفروخ
وكان في ناس بتجيلي برضو البيت عندي تشتري من عند طيور، كان كل ما حد يشتري مني او مديله برضو كام عود كده يكون موجود معاه عشان الطير ياكل منه خلال الكام يوم دول اللي موجود عند المشتري، يعني اكثر عنده الحده بتاعت ايه اللي هو النقل من مكان لمكان، ويبقى قدامه حاجه جميله بيحبها وياكل منها باذن الله. ده كده كان الفيديو بتاعنا، اتمنى تكونوا استفدتوا منه. ما تنساش بقى تدعمنا باللايك الجميل على الفيديو وتقول تعليق كده جميل زيك، وقريب جدا باذن الله هنعمل مسابقه على القناه هنا بحيث يكون في ايه كده روح حماسيه عند الناس والناس تتحفز وتبدا ان شاء الله تشتغل وتطور من نفسها في مجال الطيور بتاعتها. اسيبكم على خير ونتقابل الفيديو الجاي. السلام عليكم.